يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. بننتقل الآن إلى فقرة موطن الحلم والإنجاز مع زميلتنا هالة أبو علوان. رح نتعرف مع هالة على ضيفنا دكتور راشد كركين، مؤسس معهد التنمية المستدامة للبحوث والتدريب على مفهوم التنمية المستدامة. شكرا للزملاء بالاستوديو. تحقيق مستقبل صديق للبيئة هو من أهم أولويات دولة الإمارات واستراتيجية الاقتصاد الأخضر. عشان هيك معنا اليوم صديق للبيئة من الطراز الأول، فهو باحث ومهندس ومبتكر وأكاديمي وكمان موسيقي من الطراز الأول. بيسعدنا أن يكون معنا اليوم دكتور راشد كركين، مؤسس معهد التنمية المستدامة للبحوث والتدريب اللي هي تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. صباح الخير دكتور راشد. صباح النور هالة، إذا شاء الله خير. أنا أشكرك وأشكر الكادر الفني استضافتي اليوم، وأنا سعيد جداً ويشرفني حضوري معكم اليوم في حال برنامج رائع جداً. نحن منتشرف دكتور راشد. دكتور راشد، لما نحكي أوقات عن التنمية المستدامة، يعني أوقات كتير لما خاصة صار في موجة التنمية المستدامة صار في أوقات تعقيد لا مفاهيم التنمية المستدامة أكثر من تبسيطها، وحضرتك معروف بتبسيط الأمور لتكون أقرب من المتلقي ومعروف بهالشيء، وعادة بقولوا الذكاء هي بتبسيط الأمور. كيف تعرف التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة أخت هالة تركز على الأبعاد الاجتماعية، أبعاد الاقتصادية، والأبعاد البيئية. نعم. وتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل الأجيال القادمة. النقطة الرئيسية في التنمية المستدامة هي شمولية الناس. نعم. يعني دون استثناء أي حد. بمعنى يوم نحن نتكلم عن تنمية خدمات الطبية، نطور خدمات طبية تكون متاحة للكل. نعم. دون استثناء. يوم نتكلم عن تنمية خدمات تعليمية، نعم، معناتها توفير خدمات تعليمية للجميع. يعني العائلة الفقيرة بعد تقدر أن تطرش عيالها تستفيد من الخدمات التعليمية. يوم نحافظ على البيئة أو نقاوة الهواء أو حفاظ للمجتمع من تلوث البيئي، هذا المفروض يشمل كل شخص دون استثناء. فالنقطة الرئيسية في موضوع التنمية المستدامة الشمولية الناس دون، نعم، أي استثناء. نعم، رائع جدا. دكتور راشد، حضرتك كمان مؤسس معهد التنمية المستدامة للبحوث والتدريب. هنا يا ريت بتخبرنا شو سبب تأسيس هذا، السبب من وراء تأسيس هذا المعهد، وشو أهدافه وشو غاياته وشو المهام الرئيسية اللي بيقوم فيها. أنا مسيرتي يمكن المهنية بدأت في عام 1986 يوم بدأت دراستي في مركز تدريب في أدنوك في أبوظبي. نعم. وكان يسمونه أيامه كارير ديفلوبمنت سنتر. نعم. ففعلا كنت صغير، يعني كان عمري يمكن 16 17 سنه. ما شاء الله. اي نعم. وبعدين اشتغلت انا في جزيره داس. نعم. فعلا بيئه البترول والغاز. وقررت ان احتاج اكمل دراستي. وتركت البترول ورحت امريكا ودخلت هندسه كيميائيه وتخرجت في كيميكال انجينيرنج هندسه كيميائيه من جامعة University of South Florida في فلوريدا. نعم. وبعد ذلك بديت اشتغلت في مجال الانفايرمنت البيئة في الدولة، والحمد لله يعني ان ساهمت كثير ولله الحمد، يعني انجازاتي في الجوائز مثل جائزة دبي التميز الحكومي. صحيح. جائزة محمد بن راشد للابتكار الحكومي واكثر وعديد من الجوائز والانجازات. وكملت دراستي والله الحمد، يعني ان اخذت شهاده دكتوراه من جامعه حمدان محمد الذكيه في تخصص الانفايرمنت البيئه. كل هالامور وصلني لمرحله ان الشغف وطموحي ان ابغي انا افيد وانجز اكثر واكثر واكثر. هل عشان لقيت في نقص مثلا بالمفهوم، الناس تفهم شو مفهوم التنمية المستدامة، ولا هل لقيت انه لا في عالم بلشت تفهم بس فينا نطور وننمي عليها؟ شو السبب اللي هيك اللي خليك يعني تركز على انشاء هيدا المعهد؟
تأسيس هدف الرئيسي من تأسيس معهد تنمية مستدامة هي نقل المعرفة الإماراتية إلى العالم. نعم. لحنا في السابق دائما كنا نبحث عن خبرات والمعرفة الخارجية. صحيح. اليوم لله الحمد ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة وصلنا للمرحلة أن معرفة إماراتية معرفة ثمينة وغنية. يعني بتدربوا من المعهد بتدربوا الخارج كمان. نعم. وبتعملوا نعم. بحوث مش بس للمنطقة هون للعالم. جميع أنحاء العالم. نحن 30% من الناس اللي في البرامج التدريبية عندنا هم دكاترة جامعات. رائع. يعني نحن ندرب دكاترة جامعات. ومن جميع أنحاء العالم. سوري على المقاطعة، هل بيأتوا للبلد هون ولا حضرتك عندكم بتعملوها أونلاين ولا كيف وسيلة نقل المعرفة؟ نحن نعمل ورش عمل. فيزيكال سيشن وعندنا دورات تدريبيه اونلاين. عندنا برنامج معتمد اسم البرنامج برنامج اعداد القاده. نعم. لتحقيق اهداف التنمية المستدامه. وحضرتك اللي اسسته، حضرتك الباينير. نعم. برنامج معتمد من هيئه المعرفه والتنميه البشريه كي اتش دي في دبي، برنامج عليه اعتماد ملكيه فكريه من وزاره الاقتصاد الاماراتيه. ونقدم فعلا دورات في مجال اعداد القاده، المهارات والمطالبات اللي القائد يحتاجها لإدارة مشاريع التنمية المستدامة. دكتور راشد، ذكرا لهالبرنامج، هل بتواجهك أي تحديات لانتقاء واختيار القادة بهالمجال بالتحديد؟ أكيد. يعني تم تأسيس وتقديم هالبرنامج على أساس تحديات، أو خلينا نقول فرص تحسين أنا لاحظتها خلال 25 سنة في مسيرتي المهنية. فرص تحسين ممكن احنا نعتبر كالشخص يكون اكاديميا مؤهل للمهام. نعم. يكون عنده خبرات ميدانيه، يكون عنده انجازات شخصيه. صحيح. ويمر على مجموعه مراحل دورات تدريبيه في مجال الليدرشيب. نعم. هالامور نحن نركز عليه، وهاي الفرص اللي موجوده لترشيح شخص أن يترشح على منصب قيادي لمشاريع تنمية مستدامة وحماية البيئة. رائع. دكتور راشد، تكلما عن التحديات، أكيد لحماية البيئة في كتير تحديات بتواجهها، يمكن بتواجهك حضرتك يعني شخصيا لما عشان حضرتك حامي للبيئة بشكل شخصي بالإضافة لمؤسس المعهد. ما هي أهم التحديات اللي بتواجهكم، وهل هناك ابتكارات أبدع فيها أو أنشأ المعهد لا مكافحة أي من هالتحديات اللي بتواجهكم؟ نعم. احنا طبعا عندنا الابتكار وسجلناه كملكية فكرية اللي هي التقاط غاز ثاني أكسيد كربون من المصدر واستخدام الغاز هذا كطاقة بديلة، واخذنا عليه الدعم من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. هذا من ضمن تحديات انبعاثات غاز ثاني أكسيد كربون. أكيد. من ضمن تحديات اللي موجودة، فنحن اخذنا موضوع من التلوث إلى الحل أو إلى الحلول. From pollution to solution. لأن غاز ثاني أكسيد كربون معروف أنه غاز ملوث. أكيد. فبدل ما نحن نستمر في انبعاثاته، التقاط الغاز هذا ونستخدمها كطاقة البديلة. هذه الابتكارات الحمد لله نحن وثقناها، وعندنا فكرة الإنتاج الطاقة باستخدام الماء. هذا بإذن الله يعني في قريبا راح نعلن عنه. هاي التحديات حاليا العالم. نعم. الكل يواجهها، وهذه الأهداف الكوب 28 حاليا بخصوص الكلايمت تشينج. صحيح. ذكرا للكوب 28، شو هي رسالتك للمشاهدين ولا طلابك ليحموا البيئة مثلا، إذا بدك تعطيهم هلأ أهم نصيحتين للمشاهدين، شو هن هدول النصائح؟ حماية البيئة تبدأ من تصرفات ذاتي شخصي. صحيح. فقبل ما أنا أعلن أخبر الناس إن شو يعملون شو ما يعملون، هي تصرفاتي أنا. نعم. تساهم. إحنا نقول، أنا أقول إن حماية البيئة وتقليل النفايات، تقليل الانبعاثات، وتقليل البصمة الكربونية من كل شخص من تصرفاتنا من حياتنا لايف ستايل روتيني. صحيح صحيح. نعم. دكتور راشد، يعني مثل ما بنقول دائما الاستدامة مثل ما حضرتك تفضلت هي end to end sweet، يعني بتبلش برفاهية الإنسان والصحة العقلية
وهيك الرواق الذاتي ليقدر الواحد يكافح هدول التحديات. ذكرا للرواق الذاتي وللموسيقى ولكل هيدا الشيء اللي بتفرح الانسان، حضرتك موسيقي مثل ما قلنا، يا ريت بتسمعنا هيك قطعه موسيقيه هيك لنبعث اكثر توصيات الاستدامه للمشاهدين. اكيد اكيد طبعا. التنميه، عمليه التنميه تبدا من البيت. نعم. من تربيه وتعليم. وانا حاب اشكر زوجتي، ونحن نوجه لها الشكر كمان. ما شاء الله عليها، يعني دائما دعم رئيسي بشكل ملموس في انجازاتي وخاصه شهاده الدكتوراه. فانا هذا هدا خاص الاغنية، هاي هدا خاص لزوجتي ام سامي والجميع المشاهدين. نحن نوجه لها تحيه لام سامي. تعالي لي يا عز الناس، تعالي لي يا أغلى الناس، أنا مشتاق لعيونك، أحس بغربة من دونك. تعالي لي تعالي لي تعالي لي تعالي لي يا عز الناس، أنا عايش في هواش ولا فكر يوم أنساك. تعالي لي تعالي لي تعالي لي يا عز الناس. الله رائع جدا، شكرا كثير دكتور راشد، وشكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا اليوم. شكرا، جزاكم الله خير. وهلا بنعود لكم زملائنا بالاستوديو.